بس انت ما فهمتنيش كده يا استاذ سعد. انت قلت لي هنطلع من هنا على مصر على طول، ايه اللي هيودينا اسطنبول؟ استاذ ناجي، انتوا رايحين على مصر ان شاء الله، طائره مباشره بين اربيل ومصر اليوم بالذات ماكو، ما فيش. الساعه 9 طائرتكم على اسطنبول، ساعه وتوصلون تباتون في اسطنبول، وان شاء الله الصبح انتوا بمصر. وهنقضي الليله دي فين؟ ابن عم السردار ينتظركم هناك بالمطار، ياخذكم على فندق مرمرة والصبح يوصلكم للمطار. اطمئن، هذا كله متكفل بيه ابن عم. وهندخل اسطنبول ازاي من غير تأشيرات؟ الجوازات العراقية اللي موجودة معاكم من نوع جي، ما تحتاج تأشيرة، في المطار ينطوكم تأشيرة على طول. يعني احنا هنسافر بجوازات العراقية؟ صدقني يا استاذ ناجي، دي افضل شيء، افضل شيء، صدقني. ناجي لو سمحت ممكن كلمه على جنب؟ انا مش فاهمه اي حاجه من اللي بيحصل حواليا. انت مجرجرنا معاك من بلد لبلد، من هنا لهنا، انا مش فاهمه اي حاجه. انت هربان من حاجه؟ عامل عامله، صارحني يا ناجي، قول لي ايه يا كمال. هكون هربان من ايه يعني؟ مش وقت الكلام ده، مش مقتنع. في الطيارة هقول لك على كل حاجة، يلا. اتفضل أنت يا أستاذ سعد. هتوحشنا. أنت أكثر يا أستاذ ناجي. يا ريت تزورني أنت وأسرتك في مصر. إن شاء الله أستاذ ناجي، إن شاء الله. ناجي إيه بقى؟ الناس دلوقتي محمد سعيد جاسم. شفت؟ إحنا أخوة أستاذ ناجي. دخلتها مصري، خرجت منها عراقي، إحنا أخوة. البركة بقى في الدكتور إشلاجة. النبي يسلم له عليه. يوصل يوصل. قول له بقى يعمل لي باسبور سويسري، جايز أحتاجه ولا حاجة. ها؟ إن شاء الله. مع السلامة. مصحوب بالسلامة. ستوري، اهلا وسهلا. شلونك عبد الرحمن؟ ناجي عطل هنا لان عندي موضوع احكي وياه. ما موجود، طلع. وين طلع؟ ما ادري. الاستاذ سعد هنا؟ هماتين ما موجود، طلع وما قال وين رايح. يعني ما تعرف فين راح؟ ما اعرف. ناجي عطله والشباب اللي وياه تركوا البيت نهائيا؟ اي ستوري. وين راحوا؟ ما اعرف. وين راحوا؟ ما نعرف وين، وهو حر. بس انا ردت. ايش تريد مني؟ لا لا ما ردت شيء. ردت اودع بس. لؤي لؤي. نعم عمو. نعم عمو حبيبي. بدي اسالك سؤال. بابا وعمو ناجي والشباب اللي كانوا عندكم وين راحوا؟ عمو ما اقدر اقول لك لانه بابا قال لي لا تقول لي لاحد. بس انا مو احد، انا عمو ستوري، واذا قلت لي راح اعطيك نستلة ثانية. وين النستلة؟ هاي النستلة يا استاذ لؤي. هسه قول وين راحوا؟ بس لا تقول للاحد. لا وعد مني ما اقول لاحد. وعد؟ وعد. راحوا لاربيل. اربيل؟ 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 أبل ايخ يخلي من سوا. اوكي. اوكي ثانك يو. I'll talk to you. You talk to me too.
دول سابوا بغداد وطلعوا على اربيل. مها بايا، احنا عندنا عملاء في كل العراق، في كل المناطق والمخارج الحدوديه اللي ناسنا. انا بس بدي افهم، يعني هن معقول يكونوا بدهم يسافروا من اربيل؟ اتس امبوسيبل يا دوم مناخيم، ما في طيران مباشر من اربيل للقاهره. طب كيف يعني؟ كيف راحوا بكل هالفلوس لاربيل؟ يعني ايش الفكره؟ معقول لوين رايحين يعني؟ سمعت ماشي يا مرتي اني في شاول خيم؟ سمعت يا دون مناخم. ومي عسيتا؟ السخين שלנו באربيل هيا شومع גם כן והתחיל לטפל בעניין. يا ولاد الكلب. لا 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 مش هينفع. لا وبعدين بص ما بيتكلمش. لا 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 ما فيش. وبعد ده في تلفزيون. تلفزيون هرجعه لك لو اقل من 21 قناه. انت 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 مبسوط؟ انت انت مرضي؟ مرضي تمام يا معلم. لا 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 انت انت معلم انت جديد قوي في بيعك. لا يا ابني كفايه منومات. ما العيال نايمين قدامك وهم من غير منومات ومن غير حاجه. ده مش منوم يا ناجي باشا، ده مهدئ. دي بقى اكتر حاجه تعجبني في الخواجات، شايف الراجل والست اللي قدامنا دول؟ شوفوا سنهم قد ايه وبرضه رايحين يتفسحوا. انا اخدها منك كده عشوشة. اه عشوشة عشوشة. ايه بص انت عشوشتك كلها بالنسبة لي. انت من ايه؟ زاهر روح شوف الحيوان اللي هناك ده بيعمل ايه مع جماعة الصينيين دول وقول له ما يرغيش كتير. ماشي يا باشا. والله من ايه؟ شفت يا كبير؟ استلقطت لي عدة تليفون انما ايه؟ كامرتين وتلفزيون 14 قناة وجراب. اه اصل العيال شوية السنين دول رايحين يعملوا مصلحة حلوة في مصر، فأنا قلت ايه؟ هم قالوا لي 100 دولار بس أنا قمت عاصرهم ودافع لهم 150. اه عشان خاطر ايه؟ ناكل لقمة حلوة هناك في مصر لما نروح. وريني. خد يا كبير. اه ده بيبوظ بسرعة. ايه ده؟ بجد يا كبير؟ على الشاشة ولا زراير؟ لا 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 الصين هتضحك على عبد الجليل؟ يمين بالله يمين بالله ده انا هجيب السور ده فوق دماغ الصين كلها. الله خد يا خد يا خد يا هب الفلوس يا هب. بقول لك ايه؟ هب الفلوس يا هب البلد. لا البلد ابقى في نفوخك. لا لا مسيو ناجي طالع مش هيسكرني. لا مش واخد بالي الحقيقه. أنا نيكولا بيردو، أنا بشتغل في السفارة الفرنسية في تل أبيب. أنا قابلت أنت في حفلة السفارة. أوه بيردو إزيك؟ أنا ما عرفتكش أنا آسف، إزيك؟ عشان خلاص سافرت السفارة وبقيت حر. بقيت حر، آه. وأنت مسافر مصر ولا تركيا؟ لا مصر. لازم نشوفك هناك. ضروري إن شاء الله، ضروري. كارولين؟ المدام بتاعي كاميليا. المدام بتاعي. انشانتي مدام. انشانتي مسيو. Thank you.